مرحبا بالجميع في حفل اختتام السنة التربوية في كلاس كيدز. كلاس كيدز سليمان اليوم درجة الحرارة 32 درجة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن جو كبير إن شاء الله يكون اليوم بين صغار كسوا بالنسبة للروضة ولا صغار بالنسبة للمدرسة الخاصة. أجواء كبيرة إن شاء الله في كلاس كيدز. حبيت نوجه تحية إيكيب كامل، إيكيب أوموجين إن شاء الله مش يكون حاضر لهنا. ميرسي مروة بوهليل كمون بعثة المشروع. حبيت نوجه تحية لمدام دورة المهيري اللي هي مديرة الروضة، أيضا تحية الحضرية الدلاجي اللي هي مديرة المدرسة الخاصة. جو كبير اليوم من الموسيقى، الموسيقى بعد شوية مش تكتشفوا أجواء كبيرة في عالم الطفولة. الموسيقى وجهة تحية للفنان متألق سامي درز، بعد شوية مش عملكم جو كبير كسوا مع صغار 3 4 ولا 5 ans. كيف كيف عمو انيس بربيل عمل ديكوراسيون اللي قاعد يشوف توا، يشوف في علي بابا، جو علي بابا، الامبيونس تاع علي بابا، ديكوراسيون تعمل الكيف. تحيه كيف كيف لانيستي ابتسام طرابلسي، جيتكم من صفاقس كيف كيف باش تعملكم الجو هدايا. الجو هدايا محلي بالحلويات الى اخونا طبعا مجموعه محمد نجاح طريق المهديه صفاقس، وتصور الحلوين لي بوز الطايرين السي دي، وتصور الكل عمو انيس التريخي. يقول لكم ابقوا معنا في جو، مش يكون معكم عمو مهدي قاسم، جينا من صفاقس كيف كيف في عشوائيه تبقى في الذاكره. ما تنساوش الناس الكل 17 جوان 2023.
صغيرة غير بوع متاع الليل، صغار مازالوا طايرين، صغار مازالوا أجد من الكبار، جونا طاير، برافو برافو برافو، نحب نقولها أنس الطريقي، برافو عليك تصور حلوين، شوف لي كادو متاع الصغار، طايرين برشا، كل صغير خلا بورتري متاعو، كل صغير مشي لدارهم، مشي حتى البورتري، وما ينساش الحفلة متاع اليوم، إكسيلونت حفلة، ميرسي بالطبيعة كلاس كيدز، كسوة الروضة، كسوة ليكول بريمير بريفي، برافو للناس الكل، سيرتو سيرتو، تحية لنيستي مروة. مروة عرفت كيفاش تلم الناس الكل وعرفت كيفاش تربي الصغير والكبير. للعام الجاي قلت لكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير.